تدرسي 50 ساعات كاتب عام النقابة الشعبية المجوري الطاكسي الصغير. سي سعد في اي اطار تاتي هذا اللقاء؟ هذا اللقاء ديالك في اي اطار تاتي؟ كاتي في واحد التواصل مع واحد السيد من البرنامج هو السيد علاش، وحنا كنقابيين كنعطيو الهموم ديالنا والمشاكل ديالنا فاش يوصلوا رئيس الجهات. دابا ولات جهات فاس وكناس ولا الحياه، كنعطيو المشاكل اللي عندنا وكنحاولوا باش نوصلوا ان شاء الله بحول الله مع السيد العنصر رئيس الجهه باش يشوف لنا المشاكل اللي عندنا من التغطيه الصحيه والضمان الاجتماعي، من التهميش اللي شي فور مهمش ما عنده حتى شي حاجه، من هاد المشاكل ديال اقتصاد الريع اللي كنقولوا الريع هو اكثر من الفساد، اللي لم كنقولوا الريع شنو هو قدر واحد جالس عنده 5-6 لاكريمات وكتديروا داك الفلوس ديالهم هو موصول، ما باش كتلقى شي واحد مسؤول في الدوله ولا كتلقى واحد عنده القهاوي ويدير المشاريع وهذاك يشوف شي حل وتكون واحد الاستفاده. الاستفاده راه تشوفوا السائق اللي مسكين مضيع حياته والولد ضيع شبابه وما كيسال حتى شي حاجه، كيدير 60 عام كيخرج كيسال واحد شويه كنقول واحد شويه اللي كنستاهلوا ما يعطيناش حنا 100%. لان الشيفور انا قلت مثلا تيقيل كيدور فاس كلها وكاين اللي كيمشي للصحراء ويمشي للخميسات ويمشي للرباط ما عنده حتى شي حاجه معرض لجميع الاخطار. يعني كاين الشاب حنا اللي كنعرفوهم الان دابا مساكن كيسعوا باش كيدخلوا طرف لولادهم، كاينين اللي خدموا 60 عام ما عندهمش. دابا غير حنا عندنا واحد التناقض في هذا البلد، كنقولوا محاربه اقتصاد الريع، محاربه الفساد، واش هذا ماشي فساد؟ ملي نشوفوا اللي خدم 60 عام وما يبقاش حتى درهم باش ياكل. بالنسبة للتغطية الصحية واش عندكم ولا ما عندناش؟ ما عندناش، هذا الشيء ديال التقاعد ما كاينش، ولكن كاين دابا إصلاحات ديال التقاعد والتغطية الصحية، تنظن هذو من المطالب اللي خصنا نشوفوا كيفاش نكتبوها التغطية الصحية لوزير الصحة وهذاك صندوق التقاعد بالنسبة للوزير الشباب. غير نعطيك واحد الإفادة في التغطية الصحية، حنا سمعنا بأن الوزير بأن راه تمت المصادقة عليها، ولكن بواحد الحاجة اللي حنا ما باغيناش. مثلا تيقول لك غتخلص ولكن فلوس الدراري ما يجيوش، غادي يولي عنده 3 الدراري ولا جوج ما يستافدش، اذا شنو ولات بحال سيروس. وحنا كنبغينا هذا الشيء شحال هذه درنا، ما بقاش انا تنشيبو نعيبو عاد نوضو نديرو هاد المسائل، لان الا خلص انا الصندوق خصني ناخذ جميع. دابا كاين دابا مثلا بالنسبه للتغطيه الصحيه، الا كنتي انت مثلا شيفور الدوله غدير لك التغطيه الصحيه، يعني الا كان عندك طالب في الجامعه دابا راه داروا لهم التغطيه الصحيه. حمال ابراهيم الكاتب المحلي للنقابه الشعبيه المأجورين قطاع طاكسي كبير. نعم سي ابراهيم، في اي اطار تاتي هذا اللقاء ديالكم؟ اللقاء هو لقاء تواصلي بمناسبه انه المقر ديال النقابه الشعبيه للمأجورين اللي هو الكاتب الوطني ديالها هو سي حسن المرضي. المقر ديالها هو كيكون في الحركه الشعبيه في مدينه الرباط، وعندنا واحد اللقاء تواصلي مع فريق مع رئيس فريق الحركه فريق البرلماني للحركه الشعبيه، واحد اللقاء تواصلي وميم طون باش نقصوا واحد النقط اللي كنتخبطوا فيها كقطاع طاكسي كبير وطاكسي صغير كذلك تاهي حضور، والتواصل ما بيننا وبين عناصر الحركه الشعبيه كذلك. يعني نعم اهم المشاكل اللي تتخبط فيها سياره النقل والاجراء الكبير. نعم متاسف بان الطاكسي الكبير في جميع الدول وفي جميع المدن حاضره في كل المدن الكبرى او الصغيره، يعني في جميع الدول اللي نهضروا في المدن كذلك، لان دائما خصنا نعطيو المواطن الاختيار. المواطن مثلا في مدينه فاس ما عندوش اختيار طاكسي كبير، هذه اول نقطه كنشوفوها هنا كممثل للقطاع وكمواطن بمدينه فاس كذلك، يعني نخلي له اختيار الطاكسي صغير او الطوبيس فقط. اما المواطن لا كنت كمواطن خص يكون عندي 3 اختيارات، تاكسي كبير تاكسي صغير والحافله كذلك. والنقطه الثانيه اللي حنا كنتخبطوا فيها قطاع تاكسي كبير كذلك هو واحد خروقات كبيره كيمارسوها علينا واحد بعض ماشي كلش مي بعض سيارات وكالات النقل السياحي. دابا ولاو كياخذوا لنا العمل ديالنا اللي هو العمل ديالهم هما كقطاع كيعملوا بطريقه الفوتشير او طريقه المانيفيست 3 أو 4 بلا ما ندخلوا للديتاي. هاد الناس هادو ما بقاوش كيدخلوا لهاد الامور القانونيه باش يخدموا، ولاو كيتحداو
هذا العمل ديالهم للعمل الدرسي كيوقفوا مثلا في الضحى وبوجلود ورصيف لدرجه انه السائق ديال الطاكسي كبير مسكين كيولا تخرج عنده مثلا السائح للمحطه باب بوجلود مثلا ولا الضحى ما كيديش السائح وكيتشاجر مع داك المينيبوس اللي كيتمطروا على الرزق ديالو. في نفس الوقت صورة سيئة للمدينة فاس والدولة المغربية بصفة عامة. في نفس الوقت حرمان الرزق لهاد السائق ديال صرف أجرة كبيرة. وفي نفس الوقت كنضايقوا هاد السائق وكنصيفطوه يدير المحاضر في الدوائر اللي هو الرزق ديالو كيدير عليها الدوائر كذلك. وهنا وكذلك عندنا واحد المحطة اللي هي كبرى راه تبنات واجدة هي مطار فاسيس. كنطلبوا من جميع المسؤولين باش يحسموا في هذا الموضوع. احنا كنقابة وكمسؤول وكممثل هذا القطاع وكذلك بالتنسيقية احنا باغيين نطرو وباغيين ننظموا هذا القطاع فيعطيونا يد المساعدة باش ننظموا هذا الوجهة ديال مدينة فاس. وكذلك الأماكن السياحية خاصها تنقى بمعنى الكلمة. وكنا درنا اجتماع الحمد لله مع السلطات الأمنية ومادة يدها معنا وكتعاوننا ولكن خاصها تكون المتابرة أكثر إن شاء الله باش نصلحوا هذه المدينة في أمور النقل والقطاع ديال الطاكسي.